وصل إلى لقاء اليوم في الكابيتانو، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المباراة النهائية ما بين علي أبو بريشة وما بين عماد أنام. طبعا كان يوم جميل جدا ان السيد الرئيس يحضر بنفسه ويدعم الشباب الصغير ده في مبارياتهم، فطبعا شيء جميل جدا، وسعدت جدا ان انا قابلته واهديته كتاب امبراطوريه امام الكرويه. وجود سياده الرئيس تشجيع للشباب طبعا، وكلنا حابين ده، واي حاجه فيها الشباب بين سيادة الرئيس وكلنا ندعم الشباب ونشجعه. بيبص على اللاعبين طبعا، الأب لكل اللاعبين ولكل المصريين. وصلت النهاردة بالأجواء وكمان زيارة الرئيس كانت مفيدة للشباب واللاعيبة، وهو دعم للشباب عضو. سعدنا طبعا وجود سيادة الرئيس في وجوده النهاردة للمباراة النهائية، أعتقد دي حاجة كبيرة جدا وشرف لينا كلنا. أكيد كنت فرحان وكل اللعيبة كانت فرحانة أكيد، وده شرف كبير برضه قوي يعني لكل اللعيبة ولينا. سيادة الرئيس إحنا بنشكر حضرتك على الشيء الجميل العظيم اللي إحنا فيه دوت، ولأولادنا ولأحفادنا، وشيء يشرف مصر كلها، وأهديك الحتة دي بقى مني ليك من قلبي. حاجة مش جديدة على الرئيس، طول عمره بيدعم الشباب والمرأة وكل الحاجات دي، والنهاردة بالذات إن هو يدعم الجيل الجديد اللي هم جايين من كل المحافظات اللي مش قادرين يوصلوا يحققوا حلمهم، فدي حاجة تانية بقى يعني غير كل اللي حصل قبل كده. حضور الرئيس السيسي ديت حاجة مشرفة لبلدنا وحاجة مشجعة لأولادنا كلهم. طبعا زيارة مفاجأة لينا، وإحنا طبعا الشرف اللي هو حضرته جانا، واحنا طبعا كلنا مبسوطين طبعا، وباذن الله يعني نقدم خير لبلدنا باذن الله. شرف لينا كلنا ان الرئيس يحضر ويشوفنا. بشكر الرئيس طبعا جدا على المفاجاه الكبيره اللي سيادته بنفسه يحضر ماتش النهائي، دي طبعا مفاجاه كبيره، وبشكره جدا على الفرصه اللي اتيحها لنا برنامج كابيتان مصر اكتشاف المواهب. حاجه حلوه جدا ان الرئيس بنفسه يكون بيدعم الشباب اللي زينا.